أحاديث قصيرة احفظوها وحفظوها لأبنائكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق. الصدق يعتبر من أصول الحسنات التي تستلزم سائر الحسنات، والصدق أصل البر، كما أن الكذب أصل الفجور. لا يدخل اسمكم بالسحب على 100 دولار كاش يومياً، عملوا شير للفيديو، تاج بالكومنت لثلاثة من أصحابكم، لايك وكومنت لآخر 3 بوستات، وأكيد فولو لحسابنا وحساب السبونسر.